ما تروحوش، ها؟ استنوني تحت. سمير، مش عايزك تزعل مني لما قلت لك كلب السقا كومبارس. لا يا معلم، كلب السقا دي عادي، كومبارس دي هي اللي ضايقتني، ما تقولهاش تاني يا شاير. حاضر. عالي قوي السقا، بيموت فيا. انا دراعه اليمين لعلمك يا راجل، بعرف اعمل كل حركاته، بنط من قطوره وبركب خيل وبتخانق مع اسوده وبخش في النار وبعمل كل حاجه. ايه ده؟ دي الوحيده اللي ما بعرفش اعملها، جبتها ازاي دي؟ لا دي صعبه عليك قوي يا سيدي. قول لي وانا هستوعب، انا لسه كنت بتدرب عليها. بعدين يا سيدي لما نخلص من المصيبه اللي احنا فيها دي. سواجه معانا ولا ايه؟ لا شوفوا بقى، عشان نبقى متفقين من الاول، انا في المشروع ده فلوس بس، يعني من الاخر تقدروا تعتبروني المنتج. ماشي يا عم السبكي. بقول لكم ايه، انا شايف ان احنا التلاته ابيض من بعض، تعالوا نعمل مشروع معقد ما يتفهمش منه اي حاجه، فالدكتور يضطر ينجحنا. صح. او يضطر يسقطنا. صح. ايه رايكم ان احنا نفاجئه ونقدم له المشروع اللي هو عمله في 30 سنه في 4 ايام؟ دي فكره جميله جدا طبعا يعني، بس مش شايف ان 4 ايام ده كتير يا معلم؟ تهبل يا ابني، عايز تعمل مشروع دكتور عمله في 30 سنه في 4 ايام؟ ايه احمد زهير يا ابني، ما احنا مش هنقدمه هو، احنا هنسرق المشروع ونغير فيه شويه حاجات كده ونلعب فيه ونقدمه له على انه المشروع بتاعنا. هو لما هيلاقي ان المشروع اللي احنا عاملينه شبه المشروع بتاعه 100% هيحترمنا وهينجحنا او هيكشفنا ويشلحنا. اسمعوا كلامي، الموضوع يستاهل ناخد الريسك. ناخد الريسك. تاخده يا شهير؟ اخده قوي يا بيبي. ايه ده؟ دكتور باسيل هو اللي اخترع مازنجر؟ استنوا بس يا جدعان عشان نشوف القلش اللي الدكتور ضيع فيه 30 سنة من عمره. إذا استطاعت الكتلة إكس أن تنطلق بسرعة الضوء في، فإن الوقت تي يثبت وتستطيع أن تتحرك ما بين نقطتين A و B خارقاً كل الحواجز الزمنية. الدكتور ده شكله في طب. بقولك مش وقت هزار، صور وانت ساكت. احنا مطبقين مع بعض نعمل واحد زيه بالظبط. استنوا بس يا جماعة، عايزين نفهم البتاع ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه. يدار الجهاز الزمني بواسطة الدراع ألف، اللي هو غالبا ده يا شهير اللي قدامك. انا مش فاهم يعني الدكتور بصير ازاي عايز يخش العالمية باختراعه جهاز البيانولا. استنى بس. تولد الطاقة الكهرومغناطيسية عن طريق القرص الأحمر الموجود في الجزء الأمامي من الجهاز، اللي هو غالبا ده. طيب معلش بقى سمير، افتح اخر صفحه في الملزمه شوف الجهاز ده بيعمل ايه اصلا. لا احنا هنجرب القرص ده الاول، ما عملش حاجه نقرا بقيه الملزمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده سمير؟ اقفلها يا سمير. انا مش عارف. ايه ده الجهاز راح فين؟ ايه ده؟ هو الاختراع ده بيغير الديكور ولا ايه؟ انا دماغي مش قادر. انا هروح اغسل وشي. مصيبه يا جماعه. ايه دكتور بصير عرف ان احنا ضيعنا الجهاز؟ ان شاء الله الستور رجع موضه. ايه يا جدعان، ده الناس اتجننت ولا ايه؟ ما هو ده يا اما الهالوين يا اما دكتور بصير عامل عيد ميلاده في الجامعه. ودول ايه دول؟ لا دول بنتين اهم، ودي بنت برضه مش عارف. تعالى كده يا شهير، تعالى بص اقرا. وده مين ده اللي اسمه شوكب بقى اللي مطلع رحله في الجامعه وانا ما اعرفش؟ وعاملها بجنيه ونص كمان بيقطع عليا. ها جنيه ونص؟ انا طالعها وش يا معلم. طالعها وش ايه يا ابني، انت بتصدق؟ ده اكيد نصاب. بص، جنيه ونص شامله الافطار الاقامه الانتقال الكافر. ده لو قصر يخسر مش هيعمل كده. هي حاجه غريبه فعلا، بس عارف ايه الاغرب؟ على ان يكون ميعاد الرحله الخميس القادم 4 في الشهر. الخميس الجاي مش 4 في الشهر اصلا.
عندي ليكي مفاجأة تجنن. خلاص يا حبيبتي، حلم حياتنا هيتحقق خلاص. لقيت شقة في المعادي ب 150 جنيه خلو. بس دي يا حبيبي منطقة مقطوعة قوي يا شيخ. فيروز يا عم، في فيروز حبيتك بالصيف، فيروز نسم علينا الهوا. مفيش فيروز اناناس؟ لا مفيش. طب في عندك تشيرك سبيتس؟ حسن شحاتة هيفسحكم النهارده. الاهلي هو اللي هيكسب النهارده ان شاء الله وعلى رهان. حسن شحاتة هيفسحهم ازاي؟ هو الاهلي هيلعب المنتخب؟ لا بقى كباتن ايدكم بقى على الحساب عشان نقفل ونروح الاستاد. اتفضل. ايه ده؟ جايبينها من بنك الحظ ولا رسمينها في حصه الرسمه؟ روح امك انت وهو. روح ام مين؟ يلا يا اوعى ايدك، انت مجنون ولا ايه؟ قوم يا سمير. ايه انت مجنون؟ ما عادش فك، اقول ما عايز فك. هات بقى 20 يا شهير. اخلص خمسه ما اسمعش صوت حد فيكم. هات. مظبوطين دول؟ مظبوطين ان شاء الله. هوبا سمير، اكيد تشتغل. يعني البلد كلها بتشتغلنا يا شهير. ايه ده؟ بص اليافطه اللي هناك دي. يا نهار اسود. اتفضل. احمد زكي ويونس شلبي في العيال كبرت. وريني ام الملزمه الزفت دي عشان شامم ريحه البيانولا في كل اللي بيحصل لنا ده. ليه يا سمير؟ قلت لك يا سمير يا حبيبي تقرا اخر صفحه. التطبيق العلمي للجهاز يمكن أن يسافر عبر كل الحواجز الزمنية معتمداً على الشحنة الكهرومغناطيسية الموجودة بداخل شحن جهاز. عارف ده معناه إيه؟ ولا شكلنا اتشلحنا. مش جايز نكون بنحلم؟ ثلاثة بنحلم سوا؟ قوله. أفضل أهرام جمهورية. تعال تعال اديني النص اليوم. نعم اديني أي حاجة. أنت هتصاحبني؟ هو ده قلنا له النهاردة؟ أيوة يا باشا. يعني التاريخ ده تاريخ النهارده؟ ايوه يا عم. هتاخده ولا مش هتاخده؟ لا هو كده اوريدي كلنا اخدناه يا جماعه. اكيد اخدناه طبعا طبعا.